بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المستشارين الأجلاء، شرف للدفاع أن يمثل أمام هيئتكم الموقرة، وشرف لا يدانيه شرف آخر أن يكون هذا المسؤول في رحاب من وهبهم الله عز وجل صفاء النفوس ورجاحة العقل ويقظة الضمير. سيد الرئيس، اليوم ننظر 7 طعون على عقد الجمعية العمومية، ومن حسن الطالع أن نبدأ بالطعن رول 77 أستاذ مصطفى شعبان، الذي احتوى على 7 أسباب يطالب بهم وقف انعقاد الجمعية العمومية. ولكن اسمحوا لي سيادة الرئيس، لأن هذه الجلسة تاريخية، أن أثبت في محضر الجلسة وعلى مسامعكم عدة حقائق. حاضر، يعني أرجوك اسمعني. حاضر. أن نقابة المحامين وهي حصن الحريات والدفاع تحترم القضاء المصري وتنفذ أحكامه وتطبق أحكام القانون، هذه واحدة. الثانية، أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليوم بلغ عددها 180 ألف محامي، وأن صحة انعقاد الجمعية العمومية وفق نص المادة 124 تنعقد في الجلسة الأولى ب3000 وفي الجلسة الثانية ب1500. أن قانون المحاماة وضع شروطا وضوابط وقواعد لسلامة وصحة انعقاد الجمعية العمومية، فهل مجلس النقابة طبق هذه الشروط وهذه الأسس وهذه القواعد، أم خالف هذه الشروط والأسس والقواعد؟ نبدأ سيد الرئيس أن الغالبية العظمى من الجمعية العمومية، وهذا ما تعلمناه، تعبر عن رأيها في انعقاد الجمعية العمومية، وليس بطعن يفرض إرادة 15 أو 20 أو 25 عضو من الجمعية العمومية لوقف انعقاد وتعطيل أعمال 180 ألف محامي. الخامس، أن جميع الطعون تدور حول الأسباب، وسوف أتناول الأسباب سببا سببا ورد موجز. كاتبين يا فندم، بس اسمعني، المرافعة الشفوية أهم من المذكرة. حضراتكم ورد في السبب الأول أن انعدام قرار الدعوة، حاضر هرد على كله، انعدام القرار لصدوره مشوبا بعيب اغتصاب السلطة، ده السبب الأول، معرفش سلطة إيه اللي اغتصبناها. وقال أن نقيب المحامين هو الذي أصدر القرار، وأنه لا يوجد تأجيل للجمعية العمومية لأنها تنعقد في شهر 6، ونسي الفقرة الأخيرة في المادة 124، وقال ان ما فيش قرار بالتأجيل، ولو النقابة قدمت قرار بالتأجيل انا هطعن عليه بالتزوير. انا بقول لحضرتك ان 18 عضو من اعضاء المجلس حاضرين اليوم، نصف اعضاء المجلس تقريبا، في 4/4/2019 انعقد مجلس النقابة وقرر تأجيل عقد الجمعية العمومية الى ما بعد العطلة القضائية، الى ما بعد العطلة القضائية، تنفيذا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 124. ثم عقد المجلس في 17/10/2019 وقرر توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية. يبقى إذن في قرار بالتأجيل وفي قرار بدعوة الجمعية العمومية، ثم
إذن مقدم في حافظه هنقدم 5 حوافظ في قرار المجلس بالتأجيل إلى ما بعد العطلة القضائية، ثم قرار مجلس النقابة في 17/10/2019 اللي بيقولوا إن مدة المجلس هتنتهي في 8/11/2019، وهنقدم ضمن 5 حوافظ اللي هنقدمها. السبب الآخر الثاني اللي هو حضرتك بتقول لي عليه اللي هو الجمعية العمومية، دعوة مجلس هم اسموها كده، قالوا في الطعن دعا مجلس النقابة لجمعية عمومية غير حقيقية للانعقاد، ولا تعبر عن جموع المحامين بالمخالفة لأحكام القانون والأحكام القضائية. أنا في بداية مرافعتي قلت أن صحة انعقاد هذه الجمعية ب3000 عضو وقد تصل إلى 1500، وأنا أعضاء الجمعية العمومية الحاليين 180,000. وبالرغم من هذا هما بيعلقوا وبيقول إن بيستعرض بقى المواد 1 و2 و10 و11 و12 و16 و120 و124 و126، وساب 143 دي خالص. المادة 143 التي وردت في نص القانون 147 سنة 2019 التي منحت مجلس النقابة ربط الخدمة النقابية وممارسة الاشتغال الفعلي بالحصول على الخدمة. وهذا لا يمكن أن يكون أثر الرجعية للقانون، إنما هو أثر ثوري مباشر. وأنا خلاص أكمل سطر. ومفاد ما ورد في هذا السبب بيقول إن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية، يبقى بالتالي الجمعية العمومية دي في أعضاء النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن هذا الامتناع وإن كان من وجهة نظرنا يمثل وأن هذا الامتناع أضر بالعديد من المحامين. أنا أقول لحضراتكم بصدق شديد أن الأحكام التي صدرت ضد نقابة المحامين حوالي 70 حكم. الأستاذ مصطفى شعبان أحد الصادر لصالحهم حكم، واحنا تعلمنا ان الاحكام القضائيه تنفذ باحد طريقين، اما الطريقه الوديه او الطريقه الجبريه. الاستاذ مصطفى شعبان تقدم بنفسه وزميل اخر معاه في نفس الطعن، وارجو ان تسالوا المحكمه يعمل كارنيه 2019 ولا لا، وحصل على كارنيه 2019، يعني النقابه نفذت الاحكام. الثانيه الثانية أن التنفيذ الجبري الذي بموجبه اتهم أنني امتنعت عن تنفيذ حكم أن أتقدم بالحكم إلى قلم المحضرين ثم يحرر محضر، وهذه الأحكام الجبرية لا تنفذ بالقوة الجبرية. ده بيعمل محضر بالتنبيه، يقول نبهنا والله على النقابة أنك تنفذ هذا الحكم. كل هذه الإجراءات غير موجودة. إذن لا يوجد امتناع. الأهم من هذا والذي حسم أنا بتكلم هو في الجمعية العمومية، والذي حسم الأمر حسما دقيقا المادة 143. عندما صدر هذا القانون اجتمع مجلس نقابة المحامين وأصدر قرارا بإلغاء كل القرارات السابقة اللي هي صدرت بموجب الأحكام، وقال في جلسة أخرى هقدم كل هذه القرارات في الحوافظ
و... نعم يوم خميس. وقال تطبق القواعد الواردة بنص المادة 143 من القانون 147 لسنة 2019. يبقى إذن عندما أتحدث عن أن الجمعية عمومية وهمية وإننا أضرد بمصالح المحامين، إحنا أخطرنا واستدعينا كل اللي صدر لصالحهم الأحكام. لو سمحتوا تعالوا والتزموا بالمادة 143 ودلوقتي تاخدوا الكارنيه بتاعكم. إنما أنا مش مطلوب مني كنقابة محامين، ليس مطلوبا مني نقابة محامين. نعم هو ده، هي دي الجمعية، ما هي دي الجمعية. احنا ماشي هتكلم، ما انا جاي يا فندم في الاسباب سبب ثم نأتي الى بقى السبب الثالث اللي هو بيتكلموا فيه، بيقولوا عدم إدراك بند مناقشة ميزانية الصندوق وعدم إدراك بند تعيين حسابات. هو متصور احنا عندنا ميزانية للنقابة وميزانية للصندوق، وأعضاء الجمعية العمومية في النقابة هم ذاتهم أعضاء الجمعية العمومية في الصندوق، ومراقب الحسابات اللي بيبقى مراقب حسابات النقابة هو مراقب حسابات الصندوق. واحنا هنقدم في الحافظة النشرة او عدد الخاص بتاع مجله المحاماه اللي ناشر ميزانيه النقابه وميزانيه الصندوق، ومراقب الحسابات اللي احنا طالبين عرضه تعيينه على الجمعيه العموميه هو مراقب الحسابات على على الـ على الـ الصندوق والنقابه. بيتكلموا بقى، حاضر يا فندم انا هقول كل الاسباب عشان دي هتخص كل الطعون. هتخص كل الطعون. بيتكلموا على استاذ احمد جادو مراقب الحسابات، ده مستشار فني ومقدمين. على فكرة كل هذه المعلومات أنا آسف أن أقول أنها معلومات مغلوطة، وأنه عين لفترة مستشارا ماليا ثم عين مراقبا للحسابات. أنا يا فندم في حافظة معايا أنا أمسك وفي النقابات الفرعية بص يا فندم بعد اذن حضرتك يا ريس، احنا ما قاطعناش حد يا ريس، بعد اذن معاليك احنا ما قاطعناش حد. ميزانيه عمره، ميزانيه عمره، احنا ما قاطعناش حد يا ريس، واحنا وهم بيتكلموا بعد اذن معاليك. انا خلاص ماشي يا ريس، ما انا مش هسيبهم يتكلموا. هات لي حافظ الخمسة. يا سعادة الرئيس انا ادي انا نسخة اصلية من نشر الميزانيات منشورة في مجلة المحاماة في 2011-2019 وصورتين لعدد الأهرام والأخبار المنشور فيه دعوة لعقد الجمعية العمومية. صورة من شهادتين، تقرير خبير اكتواري اللي موافق على عرض زيارة المعاشات. مستخرج رسمي سعادة الرئيس. مستخرج رسمي من قرارات مجلس النقابة اللي هو 4-4 أنا قلت التأجيل، والقرار الآخر بعرض الميزانية. ثم أنا قدمت بقى حاجة تانية، حاجة جديدة. لما بيقولوا ده بيعرضوا الميزانيات وجهاز المركزي ما شفاش، ده أنا مقدم لحضراتكم الجواب اللي أنا بعت بيه الميزانية والرد من الجهاز المركزي عليا، بيقولوا أنا رجعت وعندك ملاحظات تنافاها. اهي جوابات الميزانية. كان المفروض اوزع الجوابات انا بالشوارع، اوزع الجوابات بس يا فندم الزكيه. انا عشان اقول ان الجمعيه العموميه بتاعتي صحيحه، وبعد صدور القانون 147 هذه هي قرارات المجلس التي صدرت بتطبيق قواعد المادة 143. يبقى أين العوار في الجمعية العمومية؟ الأهم من هذا أن ذات الطعنين
نفس التعنيف في 2016 على فكره هم زملائي واصدقائي واحبابي، وانا بحترم رايهم واحترم غيرتهم على نقابه المحامين. انا في 2016 حضراتكم في ذات القاعه في ذات القاعه اقيمت دعوه بالضبط تيبيكال في 2016، نفس المطاعم ونفس العروض. المجلس ما اجتمعش ولا المحضر مزور ولا ما عرضوش الميزانيه ولا الميزانيه. يا عم تعالى الجمعيه العموميه قول رايك، تمام؟ فقامت المحكمه سطرت حكما رائعا وقالت فيه، وهذا هو الدفع الذي اريد ان اثبته، ان جميع الطعون تتسم بعدم الجديه. وقالت ان نقابه المحامين التزمت في الدعوه وفي النشر وفي الاعلان، قالوا قبل 15 يوم، ده انا نشر في 2/11/2015 كل الاجراءات التي تطلبها القانون. طب عايز مني ايه؟ تعالى لي بقى الجمعيه العموميه وقول انا برفض تعيين مراقب الحسابات، انا رفض الميزانيه، انا عايز المعاشات. اخر جزئيه بقى، اخر جزئيه سعاده الرئيس، وانا بعتبر هذا السبب اللي اضافه الاستاذ مصطفى شعبان هو تنازل عن كل الاسباب التي ابداها. السبب الاخير وقال ايه بقى؟ طب والله لو انعقدت الجمعيه العموميه يبقى خلونا نصوت بند بند. اليس هذا تنازل عن كل الاسباب السابقه؟ انا بقول له لا يا استاذ مصطفى، ما ينفعش نصوت بند بند، لان الميزانيه دي لو ما اعتمدتش مش هقدر ازود المعاش. ما اقدرش ازود المعاش، ما اقدرش. وانا الارتباط وانا اخر يا رئيس اخر جزئيه بعد اذنك عليك يا رئيس. اخر سجلت اخر جزئيه يا رئيس بعد اذن حضرتك. اخر اخر جزئيه بس يا رئيس، احنا ما قطعناش حد يا رئيس، احنا ما قطعناش حد. خلاص يا يا سعادة الرئيس، يا معالي الرئيس احنا لسه بنتكلم، اذا في بقى حاجات، في حاجات وردت في الطعون الاخرى. استنى واحد واحد عشان مش هيتلف الجمله يا استاذ مجدي. استنى هضيف ماشي اسكالي. اذا انا بدفع سيد الرئيس كاتبين مذكرة، انا بدفع، لا انا هذا الدفع انا عايزه في محضر الجلسة. انا بشكر، انا قلت كل اللي ايه؟ احنا قلنا 17/10 الدعوه. لا لا لا، بيتكلم ان المجلس ممتد. لا لا، قوه القانون يا عم سيبك. خلاص ماشي تمام زي الفل. 10 سعادة الرئيس لسه هنعقب يا رئيس، احنا ما عقبناش في الدعوة دي يا رئيس بعد اذنك. هنعقب ماشي يا رئيس. لا انا هعقب بس على زميلي الاستاذ صلاح سليمان. بس انا الاستاذ صلاح سليمان وهو زميل، ثواني هو زميل وعضو مجلس نقابه، ولكن انا يكفيني ثواني، يكفيني انه خلاص يا اخواننا بقى خلاص، انه خلط الاوراق عندما يتحدث عن ان مجلس النقابه
يتعين عليه أن يوافق على الميزانية. هذا الكلام غير وارد في أي نص، وهو عضو مجلس يتعين أن يكون عالما باختصاصاته. المجلس فقط تعرض عليه الميزانية فقط، إنما من يعد الميزانية هو أمين الصندوق ويراجعها مراقب الحسابات. نمرة 2، عندما يتحدث عن تشكيل لجنة الصندوق وأنه ليس هناك لجنة الصندوق، أقول له عذرا يا أخي، لجنة الصندوق لا يصدر بشأنها قرار، إنما القانون هو الذي حدد وحدد تشكيل لجنة الصندوق. عندما ينص القانون على أن تشكل لجنة الصندوق من نقيب المحامين والوكيل وأمين الصندوق، وهي شخصيات معلومة ومحددة داخل مجلس النقابة، يبقى تلزمني أن أصدر قرارا بلجنة الصندوق؟ هذا كلام غير وارد في أي نص في القانون. هذا الكلام غير وارد. نمرة اثنين، لما رئيس لجنة الصندوق اللي هو نقيب المحامين يصدر قرارا لاحقا على الاجتماع أو عقب اجتماع، فهو بالقطع بيعرض على لجنة الصندوق. لما نقيب المحامين من بين اختصاصاته وهو رئيس لجنة الصندوق أن ينتدب خبيرا اكتواريا لفحص الموازنة، وحضرتك لما تقرأ التقرير اللي كاتبه الخبير بيقول هذا التقرير إيه؟ الدعوة كيف أتت إلى الخبير الاكتواري ليفحص الميزانية أو ليفحص تحديدا أن ميزانية النقابة تسمح بزيادة ميزانية الصندوق تسمح بزيادة المعاشات أم لا؟ أنا أزعم أنني في خصومتي شريف، ولكن عندما أختلف مع أحد لا يمكن أن أناله بأي شكل من الأشكال. لما الأستاذ صلاح اختلف الجمعية العمومية في 2016 كان هو المدافع الأول عن نقابة المحامين، اليوم يحضر وبدون سند وبدون إذن من النقابة وبدون تصريح من النقابة ويحضر مدافعا وهو أصلا عضوا في مجلس النقابة، ولم يحترم نص المادة 66 في قانون المحاماة. هو لم يحترم نص المادة 66 في قانون المحاماة. خلاص يا فندم، خلاص. هذا الطعن المعروض. هذا الطعن المعروض للأستاذ الزميل والصديق الأستاذ ربيع الملواني وردت به جميع الأسباب التي وردت في الطعن الأول، ولن أعيدها. الإضافة في هذا الطعن أنه أورد سيادتي فيما يتعلق بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأنا أعتقد أن الأمر مختلط، أنه بيقول أن لابد أن تنشر تقرير الجهاز المركزي والملحقات بالميزانية. هذه المادة، وأنا قدمت الحكم اللي صدر في 2016، هذه المادة لم يخاطب بها إلا الجهات الحكومية، الوحدات الإدارية للدولة والحكومة، إنما النقابات والأندية يكفيني أن أعرض فقط الميزانية مراجعة من مراقب الحسابات وأنه تم مراجعته، ولا يترتب البطلان ولا يرتب القانون جزاء البطلان، سواء كان قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أو قانون المحاماة، البطلان على إغفال. وهذه هي الإضافة الوحيدة التي أضافها الأستاذ ربيع في الطعن عن الطعن السابق، وأتشرف بتقديم ذات الحوافز ومذكرة بالدفاع.